تقريبا 100 يوم 100 يوم من 25 جويلية من حكم جديد في تونس من رئيس جمهورية بصلاحيات جديدة وكبيرة وقوية وكل الصلاحيات تقريبا قيس سعيد. الرقم هذا سيمبوليك ديما كي تصير انتخابات كي عندنا رئيس حكومة جديد نحسبوه بعد 100 يوم نعملوا تقييم لل 100 يوم اليوم 100 يوم على تولي قيس سعيد رئيس الجمهورية كل السلطات تقريبا منذ 25 جويلية. الأرقام لرئيس الجمهورية خي قيس سعيد العدد شنو ترى وقداش تعطيه نوت في ال 100 يوم هذوما من غير إطالة برنس يلا بعد نجيك ناس 10 على 10 لا بيرفكسيون شوف انا راه بديت تقول لي لا بيرفكسيون ولا كلامك الكلام هذاك الصعيب تصعب عليا انا من 0 ولا 10 ما عنديش خطره كي تبينا ليه راديكالي باش تحب في 100 يوم خلينا ناخذوا من 25 100 يوم شنو هو تحبوا يعمل اكثر من اللي يعمل تبديل تغيير الدنيا كلها السرقه قاعد يشد فيهم بالوحده بالوحده اللي خنبوا يشد فيهم بالواحد بالواحد السفراء قاعد يبدل فيهم الولات ينحي فيهم اللي كل ما عمل الحق لكن يا سيد الرئيس ما تكثرش على روحك برشا مشاكل يا خويا يا اخي ما عندك ثقه في حد جيبني انا يا سيدي ما عندكش ثقه في حد يا خير رسول الله راهو ياسر عليك راهو ياسر على بدنك راهو ياسر على صحتك واحنا نحبوك تقعد معانا المريض برافو حتى النقد نتاع الاستفراد حتى الاستفراد بكل السلطات قالوا تاريخ حلوه قالوا برش على صحتك برش على من باب الخوف عليك حاول تاكل هيلثي واعمل ديليغاسيون تو فوار شويه يا جماعه وخلي الامور تمشي على احسن ما يرام.